تحدثت عن التغيرات المناخية، وحضرتك شايف احنا في حر رهيب، والتغيرات المناخية اصبحت واقع مش مجرد حاجات بنقولها في المؤتمرات. ازاي بتواجهوا يعني قضية الدلتا والخوف من غرق الدلتا والشواطئ وحماية شواطئ مصر؟ خليني اقول لحضرتك ان وزاره الموارد المائيه والري وخصوصا هيئه حمايه الشواطئ تم حمايه بالفعل 266 كيلو في شمال مصر في الدلتا وفي الاماكن المختلفه بمليارات الجنيهات. يمكن بس من سنة 2014 لغاية النهاردة احنا انفقنا بس في بند حماية الشواطئ 75 مليار على مشروعات في منتهى الأهمية. والجميل في الموضوع ده كمان ان في مشروع منهم 69 كيلو هو نيتشر بيست، بيستخدم مواد طبيعية في حماية، وده مشروع معروف دلوقتي على مستوى العالم ان ده مصر عملته. فبنواجه التغيرات المناخية وخصوصا زيادة منسوب البحر بمشروعات حماية، مش بس المشروعات دي انفاقات كده، ولكن كسبنا مساحات تعدت المليون متر مربع في بعض الأماكن. لو حضرتك شفتي اسكندرية من عدة سنوات كان في شواطئ اختفت، النهاردة لو مشيتي على بعض الشواطئ بتلاقي الشواطئ رجعت تاني. كل دي أعمال حماية بتتم.